جئت لك اليوم من أن أخبرك وأطلعك عما يحدث في الكرة المصرية في مصر والوطن العربي. السلام عليكم حبايبي 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 في كل مكان، وحشتوني وربنا وحشتوني. يا لكم النهارده الحلقة بإذن المولى عز وجل ستكون عند حسن ظن الجميع، حلقة فيها كل حاجة، حلقة أنت منتظرة، حلقة فيها الأخبار اللي هتفيدك وبإذن المولى عز وجل. أنا عارف إن كل حبايبي حبايبي كل معانا كورة أساتذة كورة فاهمين، أنا عارف إن كل واحد عندي على الصفحة من الرسائل بيبان ومن متابعتكم للقناة بيبان ان انتم اساتذة كرة قدم وخبرة في كرة القدم دي حاجة. فعشان كده عايزك تنتظر معايا لاخر الحلقة عشان اوصلك كل اخبار النهاردة، وطلب منك كتير يا صديقي حبيبي الحريف في كل مكان، طلب منكم كتير كل حريف وكل حريف. عايزين النهاردة باذن المولى عز وجل والحلقة دي نوصل ل 5000 لايك تعمل لكم حبيبي الحريف. الذي يسعد يسعدك، واللي ما اشتركش في القناه ينزل يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل حلقاتي اول باول وكل اخباري اول باول. وما تقوليش يا صديقي ان انت مش هتقدر ان انت تخبط اللايك او تشترك في القناه، دي حاجه بسيطه وانا عارف انت تقدر تعمل كده عشان تتابعني وعشان تشوفني على طول واشوفك ونتواصل مع بعض ونبقى اسره واحده. البدايه ستكون من قلعه وكيان الدراويش، ولكن قبل ما نقول نصلي على رسوله وعلى اله وصحبه وسلم. والبدايه من قلعه وكيان درويش مصر درويش العرب. طبعا بعيدا عن لقاءات الدوري، اسماعيل امبارح كان بيلعب بور فؤاد وديا وفاز بثلاث اهداف مقابل لا شيء. احرز الاهداف يوم انور احرز هدفين ومروان حمدي هدف. بعيدا عن كابتن ايهاب جلال وفكر كابتن ايهاب جلال وخططي، ده ماتش ضعيف. عمرنا ما هنقارن بمباراه الاتحاد السكندري، انت هتقابل يوم الخميس الجاي الاتحاد السكندري في الاسماعيليه، مباراه غايه في الصعوبه، غايه في الاهميه، غايه في الثلاث نقاط، ثلاث نقاط مهمين جدا، ثلاث نقاط احنا منتظرينهم، ثلاث نقاط عنق زجاجه بالنسبه لنا، لان البدايات هي الاهم، البدايات هي ما ستجعلك عندك الطموح ان انت توصل للاعلى فالاعلى فالاعلى، ولكن الهزائم تجعلك تخسر جمهورك، تخسر نفسك، تخسر محبينك. فأتمنى أن الكابتن إيهاب جلال يراجع نفسه، يراجع خططه، يراجع دنيته. يا أنور شاطر، كريم عرفات شاطر، عندك تغييرات، محمد دسوقي شاطر. وأنا طبعا بشكر الناس اللي بتبعت لي وبتكلمني في المواضيع دي على طول على القناة، ولكن دي حاجة أنا عارف أن كل اللي عندي بيفهموا كورة، متأكد من كده 100%. تمام. وطبعا كخطط وتشكيل انا عارف انتوا فاهمين وعارف ان اللي معايا على الصفحه فاهمين، ولكن مش هنقدر، هو المسؤول الاول قدامنا، لكن مفيش حد اسماعيلاوي او مفيش حد عندي على الصفحه ما بيفهمش كوره، اسماعيلاوي زملكاوي اهلاوي كلهم صراحه بيفهموا كوره، شفتهم من طريقتهم في الكلام بيفهموا كوره 100%. تمام. طبعا التغييرات مرتقبه في تشكيل الاسماعيلي في مواجهه الاتحاد السكندري. امبارح كان في عبد الله السعيد نازل، مروان حمدي نزل، ابو بكر حمزه الجمل نزل، كان في لعب في الخطه، كان في لعب في التشكيل، كان في كان في كان في. تمام. كابتن ايهاب اسماعيلي فرقتك، عشان احنا خلاص الناس تعبت، مش عايزين نعاني زي السنين اللي فاتت. كابتن ايهاب اتمنى من الله عز وجل ان كلامي يوصل لك. طبعا الاسماعيلي يخطط لتسديد غرامه الدوليين الاجانب لفك حظر القيد. ايا كان انت هتفك حظر القيد او هتفك القيد، ما تقنعنيش ان انت هتجيب في يناير لعيبه. اذا كان بقى في الامور امور وهتبتدوا تشتغلوا، ولكن انا في ملحوظه خدت بالي منها ويا ريت حد يطلع يرد عليا في الموضوع ده. بالنسبه للمكان اللي ورا بتاع مدرسه الموهوبين اللي نزل على الارض ده، ايه اللي هيبقى فيه؟ ايه البيزنس اللي هيتعمل فيه؟ ولصالح مين؟ ومين المستفاد من هذا البيزنس؟ اتمنى حد يبلغني، عشان انا بجيب حاجات كده من جوه الصندوق، فيا ريت حد يطلع يبلغ. يمكن احنا مش فاهمين، يمكن انتوا صدى او ورقه واحنا مش فاهمين، انتوا ناس حقانيه واحنا ولاد تيت
ما اقدرش اقول اكتر من كده. تمام، يا ريت حد يبلغني. سريعا كده، عايزك تنتظر معايا، مش عشان عرفت اخبار الدراويش تسيبني وتطلع، ازعل منك، ازعل منك، تخليك معايا بقى عشان خاطر ايه؟ تعرف اخبار الزمالك، ما انت برضه لازم تعرف اخبار الزمالك واخبار الاهلي واخبار الدنيا كلها عشان تبقى زي الحريف. تمام، خليك معايا وما تنساش اللايك والاشتراك. تمام، إيه طبعا غياب شيكابالا وعبد الغني في مران الزمالك اليوم، وتجهيز عواد استعدادا لمباراه المقاولون العرب المقرر اقامتها يوم الاثنين القادم. طبعا الزمالك لسه طالع من تعادل مع بيراميدز، المقاولين جريح طلع من هزيمه من الفلاحين ولاد بلديه المحله اللي طبعا تالقوا في اللقاء الاول امام المقاولين. وطبعا المقاولين والكابتن شوقي غريب هيتقتل على الماتش ده، وماليش دعوه باوساريوس بقى عشان ما مش هنتكلم بقى عن اوساريوس، ما تجيبش اوساريوس خالص. خوان ده سيبه باخوانه لوحده، سيبه باخوانه على جنب، خلينا في اللي احنا فيه. رجاله الزمالك ولعيبه الزمالك العبوا بمزاجكم، لان المدرب انا حاسس ان هو اقسم بالله ابيض يا ورد. كان نفسي يا صديقي تتفرج امبارح على النصر والاهلي، هي دي المطاشه. لما الماتش يخلص 4-3 ايه المتعه دي؟ ايه يا لا كريستيانو الحلاوه دي؟ يعني انت رجعت 20 سنه ورا، ايه يا لا فيرمينو الجري اللي انت جريته ده؟ انت بتقلد صلاح. اللعيبه امبارح كانت في حاله، الدوري السعودي يا جدعان في حته تانية. هنتكلم في الموضوع ده، خلينا في اخبارنا. الزمالك طبعا استعداد قوي للاعبي الزمالك قبل مواجهه المقاولون العرب. طبعا المقاولون بيجهز، الزمالك بيجهز، ما فيش حد ما بيجهزش في الدوري النيل، دوري المصري الممتاز، كله بيجهز وكله عامل حسابات عشان ما حدش هيسيب لحد الهوا. الدراويش لقى الله عز وجل صراحه فيما يحدث في الكره المصريه، لقى الله عز وجل. تمام، طبعا لاعبين الزمالك خارج التشكيل الامثل في الجوله الاولى. طبعا انا عايز اقول لجمهور الزمالك انسوا اللي انا قلته ده، يعني الخبر اللي انا قلته ده انساه، بس عشان في اخبار تانية اقول لك عليها واقول لك انساها برضه. يعني ايه يعني في الجوله الاولى، لو حتى في الجوله 30 جوله، ال 34 جوله، مش عايزين حد عندنا، بس عايزين نكسب ونفرح ناسنا ونفرح جمهورنا عادي. تمام، تعالى بقى عشان بس خد الخطه دي، بس مش هديلك وشك عشان انت حبيبي. عرض سعودي ضخم لكولر، عرض سعودي ضخم لكولر يثير قلق الاهلاويه ومسؤولي النادي الاهلي. بص، بعيدا عن الخبر، انا عارف ان هو من الشباب مركز مع زيزو وكولر. الشباب بعت عرض لكولر او الوكيل بتاعه ب 8 مليون دولار عشان ياخدوا كولر، وفي نفس الوقت عايزين ياخدوا زيزو. عمالين يحاولوا عمالين يعملوا كل ما في وسعهم وكل المحاولات عشان خاطر ياخدوا زيزو وكولر. تمام، وعرضوا 8 مليون دولار على مسؤولي على وكيل كولر، ولكن كولر يعني، ولكن صدقني انا بتكلم بمصداقيه، وكل اللي معايا على القناه عارفين الحريف ان هو بيتكلم بمصداقيه. اهلي او زمالك عمره ما غلط في حد او اثر على حد، بالعكس لما بيهاجم لان في حاجه غلط. تمام، لان عايز يشوف المنظومه صح، لان حابب يشوف كرة القدم المصرية زي الدوري السعودي زي الدوري الانجليزي زي بقى الدوريات، مفيش كراهية مفيش احتقان. تمام، بعيدا عن كده او كده، طبعا زي ما بقول لك عرض كولر وعرض زيزو. خزينة الخليج ينعش خزينة الاهلي. هتقول لي ازاي؟ اقول لك اصبر بقى عشان افهمك. كان في فلوس باقيه من فلوس نادي الخليج السعودي، باقي فلوس محمد شريف. طبعا سلم مسؤولي نادي الاهلي اليوم قيمه او باقي قيمه صفقه محمد شريف
والتي تبلغ 1,600,000 دولار باقي فلوس اللاعب. وطبعا كده ده اللي احنا بنتكلم عليه على لعيبة الاسماعيلي، على لعيبة الزمالك، على اي لعيب في اي نادي. اللعيب لما بيتنجم او بيلمع، الانديه السعوديه والانديه في الامارات والانديه اللي هنا هيبقي اللاعب لعيب. اولا هيستفاد، ثانيا اداره النادي هتستفاد، ثالثا الجمهور هيستفاد. يعني في ثلاث اطراف هيستفادوا: لعيب ونادي وجمهور. هتقول لي الجمهور هيستفاد في ايه؟ اقول لك ان الجمهور لما اللعيب يجي منه مليون زي ما جاب باقي فلوس محمد شريف 1,600,000 دولار، يقدروا يجيبوا 3 4 5 لعيبه مصريه. انت فاكر ايه يا صديقي؟ ساعتها اللي مش هيعوضوا غياب اللي مشي، وهيبقى في اماكن تانية لعيبة تانية. عايزك تركز في المواضيع دي، المواضيع دي مهمة جدا. تمام؟ سريعا كده، اتحاد الكرة، عشان موضوع كهربا بس، اتحاد الكرة وضح لك حاجة. طبقا للائحة، اللائحة، فإن لجنة التظلمات لم تقبل أن على موضوع إيقاف كهربا، وقال لك ايقاف كهرباء الست لقاءات في بطوله الدوري المصري وليس في اي بطوله ثانيه. احنا ما طلعناش وقلنا ان الست لقاءات منهم دوري ابطال افريقيا. فبيقول لك ان بيوضح لك الدنيا، انت دلوقتي اللعيب عمل مشكله في الدوري المصري، يبقى الايقاف على مستوى الدوري المصري، ماليش دعوه بدوري ابطال افريقيا، دي بطوله ودي بطوله. بس استاذ عامر حسين طبعا هو اللي قال لك الكلام ده، و بيوضح الدنيا عشان الناس تلعب بتقول لك المفروض ان الكهرباء يبقى الايقاف على مستوى افريقيا، اللي هي مباراه سان جورج مش محتاجه كهرباء. ده لو جاب واحد من الناشئين هيلعب هيكسب، فريق ضعيف جدا، شفت لهم توشه فريق ضعيف جدا. يستعد الاهلي لملاقات سانتا جورج الاثيوبي في دوري دور ال 32 دوري ابطال افريقيا في 8 مساء يوم غدا يوم الاحد. ولكن كنت زعلان لاني ليفر هيلعب بكره، في متوشه دوري انجليزي بكره، في زي النهارده في متوشه دوري انجليزي، سيتي هيلعب النهارده مع براين، في يعني المتوشه الثقيله، فما تحطوش معاها متوشه في الدوري المصري او دوري ابطال افريقيا، بعيدوا عن ده شويه. لكن كده 4 8 10 بكره برضه الساعه 10 ريال واتلتيكو، فيعني تمام. طبعا بص بقى الخبر ده، وعشان هقول لك حاجه ثانيه بقى دي. نفس سيناريو امام عاشور نادي الزمالك يحصل على توقيع ابن الاهلي لمده 4 مواسم. تعال بقى اقول لك هو مين، واقول لك الكلام دون يا صديقي. لما تعوز تعمل شو ما تعملش شو على واحد، يعني ايه معلش، واحد عمره ما هيحصل ان هو يوقع للزمالك. يعني انا بعيدا عن اهلي او زمالك، لما تيجي تتكلم اتكلم بمصداقيه او بحاجه تخش عقل البني ادم اللي قدامك. اللي هو الخبر ده بسبب محمد شريف، بيقول لك محمد شريف هيرجع من الخليج العربي والزمالك مضاه وبتاعه والكلام ده. محمد شريف ماضي في العقد بتاعه، في حال الرجوع لاي نادي مصري غير الاهلي هيدفع لنادي الاهلي 20 مليون، هيدفع لنادي الاهلي 20 مليون. فانت ما تقنعنيش بعيدا عن الفلوس ان ممكن الزمالك يدفع الشرط الجزائي يقول له خد ادفع. محمد شريف هو قال قبل ما امشي، قال لما اجي ارجع هرجع على الاهلي، ما ينفعش ارجع لاي نادي غير الاهلي. تمام. طبعا افضل لقطه في الجوله الاولى عندما رفض حكم المباراة محمد العتباني بداية مباراة سموحة والجونة إلا بعد أذان المغرب احتراما للأذان، وبدأ المباراة بعد انتهاء الأذان. هي دي الشخصيات المحترمة اللي لازم نطلع نقولها شابوه جد. احترام الأذان أهم من أي شيء. زي كده ما اقدرش اقول لك كل حبيب الحريف في كل مكان. لو الحلقه عجبتك لا تبقى على حبيبك الحريف، نوصل باذن المولى عز وجل بالحلقه دي 5000 لايك دعما لك وحبيبك الحريف. الذي اسعد اسعدك، كل ما اشتركتش في القناه انزل اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان توصل لكل حلقاتي اول باول، وعشان تتابعني اول باول. ما اقدرش غير اقول لكم سعيد والسلام عليكم.